وهنروح بعيد ليه؟ من شهور فزنا بالسوبر مباراه 3-2، لو كانت الامور مشت في نصابها الطبيعي دون اصابات للاعبي النادي الاهلي وتغيير مراكز اللاعبين، كانت ممكن تبقى اكثر من 3-0، توصل لخمسه او سته وكانت تبقى سكور. ومع ذلك شفنا شريف اكرامي قائد النادي الاهلي وهو رايح للاثنين اللي بنتكلم عليهم سواء شيكابالا او عبد الله جمعه، هو بياخد بيوسيهم وبروح رياضيه حاجه محترمه، حاجه تليق بالنادي الاهلي وبكباتن النادي الاهلي وبلاعيب النادي الاهلي. دي الصوره يا فارس. ده لدكه البدلاء بالكامل. ده القائد وده اللاعب اللي عارف مسؤولياته وده النادي الاهلي. هتتكلم عن اي حاجه هقول لك هي استثناء وهقول لك احنا رافضينها هنا، اي تصرف صدر من اي لاعب في النادي الاهلي بخلاف المنظر اللي قدامكم ده احنا رافضينه. انت ما بتعملش كده، انت كاعلام اخر ما بتعملش كده. اللقطه دي احمد بقى مختلفه، ده حارس المرمى مسعود حارس مرمى النادي المصري اخطا قدام ازارو وخد وسجل، واللاعب انت هنا مش بس بتواسي نادي، انت بتقول للاعب ان قدامك مستقبل وقدامك مشوار. العقليه دي احمد هي اللي انت محتاج تكون عليها. ودعم لعمر صلاح يا فارس وقت نهائي الكونفدراليه اللي كتبها الشهيره طبعا دعم عمر. لا وده نادي منافس، حتى لو في اراء متفاوته في فكره بالزبط. دعم الانديه المنافسه في بطولات افريقيه، ده لاعب بيقدم رساله وبيتحدث عن فكره ان انا مبدئي ان انا بدعم حارس النادي المنافس ده في بطوله كونفدراليه انت خدتها، لعبت السوبر قلت يا بدري وقلت حاجات بتقلل منك قبل ما تقلل من اي حد. الترجي قدام النادي الاهلي، سجل النادي الاهلي في رادس معروف للجميع، معروف لحتى مشجعي الترجي. النادي الاهلي لسه كسبانك في السوبر الماضي بثلاثيه اللي قبل السوبر الاخير، فانت بتتكلم دي قدراتك وده ثقافتك وده النادي الاهلي اللي احنا بنبروز الصور دي، وحتى لما بيحصل خطأ بنقول ان هو خطأ. وهل انت هتعمل ده؟ مش هتعمله، لان انت نفسك دايما بتقع في اخطاء مشابهه ومماثله.